بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا الهدف من هذه السلسلة البسيطة من 3 فيديوهات هي تعلم كيفية إنشاء المثلثات، إذا خوارزميات إنشاء المثلثات على جميع الأشكال، وخصوصا إيجاد طريقة لكل نوع من المثلث. إذا نبتدئ مع هذا التمرين البسيط جدا، وهو مثلث عادي جدا. إذا تخيل نريد الخوارزمية، وبالتالي أن هو عبارة عن متغير، إذا يمكننا أن نقوم بكتابة الحل، يعني فاريابل متغير أن ينتمي إلى أونتيي، أو عبارة عن عدد صحيح طبيعي. سنستعمل مثلا متغيرات أخرى خاصة بالإعادات، إذا هذه المتغيرات ستكون حتى هي عبارة عن أونتيي. ثم هناك بداية الخوارزمية بيجن ديبي، ثم يجب التعرف على قيمة أن، دائما نتعرف على قيمة أن لأننا نريد أن نقوم بالحل بصفة عامة. إذا اعطي قيمة دوني، give the value of أن، أو اعطي قيمة أن، دوني la valeur de أن، ثم read، أن، أو اقرأ أن، أو لير أن بالفرنسي. ونعم، إذا لاحظ الهدف هو تتبع الأثر والتحقق من صحة المثلث. إذا لاحظ هنا ستكون عندي نجمة، أما هنا سيكون عندي 4 فراغات، وعلى هنا ستكون عندي نجمتين، لاحظ، وفراغين، ثم هناك فراغ واحد. إذا دائما سنقوم ب في نفس السطر باستعمال في نفس السطر لاحظ سنقوم باستعمال 2 من الإعادات، إعادة لكتابة النجوم، إذا هنا كتابة النجوم، ثم إعادة لكتابة الفراغ، إذا كتابة الفراغ، إذا دائما في أي سطر، ثم سنقوم بالرجوع إلى السطر باستعمال دوت إن. إذا لاحظ كل سطر فيه مثلثات نجوم يجب أن تحتوي على 2 من الإعادات، 1 إي، نعم، والثاني هو جي، نعم. إذا وبالنسبة للنجمة في هذا السؤال، المرة الأولى سأقوم بنشر نجمة واحدة، المرة الثانية 2، المرة الثالثة 3 نجمات، المرة الأخيرة 4 نجمات، وبالتالي سأنتقل من الجي يساوي 1 إلى غاية أن. أما الفراغ فلاحظ بأن في الأول كان لدينا 3 فراغات، 2 من الفراغات، 1 فراغات، إذا يمكننا أن نستعمل إعادة، ولكن ننطلق من القيمة العلوية والقيمة الدنوية باستعمال -1. يا بسم الله على بركة الله. إذا نبتدئ هذا البرنامج. إذا سنقوم بكتابة الجزء الأول، هو كتابة النجوم. إذا لاحظ كتابة النجوم في الأول، نعم، فور، نعم، بور، لاحظ بور إي، وعلى ويمكنني أن أستعمل حتى متغير آخر اسمه كا، إي جي كا. إذا لاحظ من إي يساوي 1، أما إذا كنت تستعمل لغة البرمجة بايثون سي يمكنك الابتداء بـ0 والانتهاء عند -1، أما في الخوارزميات سنبتدئ من 1 إلى أن. لاحظ إلى أن، إذا لن أنسى فامبور، إذا لكي لا أنسى فامبور، إذا المرة الأولى لاحظ بور من القيمة جي تساوي 1 حتى لاحظ حتى نعم هنا يمكن استعمال كلمة با 1، يعني الخطوة 1، يعني من 1 إلى الخطوة 1، ولكن ما دام نستعمل أصغر فالو، أصغر قيمة إلى أكبر قيمة، لا داعي لاستعمال الخطوة 1. إذا من الجي، من الجي يراد حتى إي، فوالا ماذا سيقع؟ فوالا لاحظ عزيزي هنا، إذا سنقوم بنشر. إذا عندما تكون إي تساوي 1، جي تساوي 1، لاحظ في هذه الحالة، هذا البوكل سيعطيني من جي تساوي 1 حتى 1 في حالة إي تساوي 1، ماذا سنحصل؟ إذا إي يساوي 1 سندخل إلى الإعادة، إذا من الجي يساوي 1، يعني قيمة الجي ستكون قيمة وحيدة وهي جي تساوي 1. إذا سأستعمل إكرير، لاحظ سأستعمل إكرير بدون إكرير نجمة، بدون رجوع إلى السطر. إذا نجمة، إذا النتيجة ستكون عبارة عن نجمة واحدة، نعم هنا. إذا هنا فا
من فا بور نهاية من إلى، ثم سنستعمل سنقوم بنشر اثنان ثلاثة من ثلاثة من الفراغات، ثم تنتقل. إذن سننتقل إلى بوكل آخر بور، لاحظ جيدا بور ك هذه المرة بور ك يساوي. إذن غالبا سأنتقل من سأبتدئ من من مثلا من ك يساوي ان، لاحظ ان ناقص واحد ولا إلى غاية ولا. إذن سأجرب هذا الكود من ان ناقص واحد إلى غاية ك يساوي واحد، ولكن دائما اي سنستعمل كلمة اي. إذن هنا سأقوم باستعمال ان من ان من ان ناقص اي إلى واحد. إذن ماذا ستعطينا هذا البكل؟ سيعطينا إن شاء الله من ك يساوي ان، الحالة العامة ان مثلا أربعة، مثلا أربعة، أربعة ناقص اي. ماذا تساوي أربعة ناقص؟ أربعة ناقص واحد، لأننا دائما في الحالة واحد، وبالتالي النتيجة ستكون ك من ك يساوي ثلاثة إلى واحد. إذن سنقوم بكتابة، لاحظ هنا ف بور، سنكتب إكرير، لاحظ جيدا سنكتب إكرير الفراغ. إذن الفراغ لا ذايلي الفراغ، نعم. إذن كم من فراغ سأكتب؟ من ك يساوي ثلاثة حتى واحد، سأستعمل الخطوة ناقص واحد لكي أنزل إلى الأسفل، ويمكن عدم كتابة با ناقص واحد لأننا انطلقنا من عدد كبير إلى عدد صغير. إذا لاحظ هنا، لاحظ هنا جيدا، إذا كم، إذا ك يساوي ثلاثة، سأكتب بجوار النجمة واحد، بالنسبة لك يساوي اثنان، بالنسبة لك يساوي واحد. إذا السطر الأول سيكون عندي النتيجة العامة هي نجمة ثلاث فراغات. إذا يجب أن أرجع إلى السطر. إذا ما هو، ما هي كيفية الرجوع للسطر؟ سأستعمل أنتي سلاش إن، أو سأكتب، لاحظ ضروري أكتب هذه الخطوة وهي إكرير، أكتب في الحاسوب ارجع إلى السطر، ارجع إلى السطر، يمكن أن نكتبها على هذا الشكل. فوالا، ثم إن شاء الله سأقوم ب فوالا فابور. إذا سأتحقق بالنسبة عندما يكون عندي إي يساوي اثنان، عندما يكون إي يساوي واحد مثلا، ستكون ماذا تعني إي يساوي واحد حتى الآن؟ يعني القيمة الأولى إي يساوي واحد، القيمة الثانية إي يساوي اثنان، نعم، ثم إي يساوي ثلاثة، ثم إي يساوي أربعة. يجب أن أتحقق من الخوارزمية. فوالا، إذا لاحظ إي يساوي اثنان، ماذا سندخل إلى هنا؟ ستصبح جي تساوي واحد حتى اي، وبالتالي ستصبح جي تساوي واحد حتى اي، واي يساوي اثنان، يعني من اي يساوي واحد حتى اثنان. يعني كم مرة سأدخل إلى هنا؟ سأدخل مرتين، وبالتالي النتيجة ستكون نجمة نجمة. إذا سأعاود الدخول إلى هذا الكود، هذا الكود يعني ك يساوي ان، يعني أربعة ناقص اثنان حتى واحد، يعني اثنان حتى واحد، وبالتالي سيكون عندي دخول مرتين، وبالتالي سأكتب فراغ. إذا النتيجة النهائية ستكون هذه الشكل، والحمد لله هو ما نريده. عندما اي تساوي ثلاثة، إذا يجب التحقق من البرنامج اي يساوي ثلاثة، عندنا إعادتين. إذا سندخل إلى هنا، سنحصل على جي تساوي واحد حتى اي، هذا يعني من واحد حتى ثلاثة، يعني كم من مرة سأدخل؟ ثلاث مرات، وبالتالي النتيجة تكون ثلاث نجمات. أما هنا في البكل الآخر سيصبح من أربعة ناقص ثلاثة حتى واحد، يعني من واحد حتى واحد، من واحد حتى واحد، يعني ستكون عندي فراغ واحد، يعني فراغ واحد، النتيجة ستكون كذلك. إذا لنذهب إلى إي يساوي أربعة ونرى النتيجة.
إذن دائما نرى النتيجة. إذن لاحظ إي يساوي 4، هنا الهدف من تقفي الأثر هو إيجاد الخطأ. إذن إي يساوي 4، سيكون عندي جي يساوي 1 حتى إي، و إي ماذا تساوي 4؟ يعني 4 نجمات، سأكتب 4 نجمات فوالا. ولكن هنا سيقع لي إشكال من كا يساوي كم؟ إن، لاحظ إن التي هي 4 ناقص 4 حتى 1، وهذا صفر حتى 1، وهذا لا، وهذا لا، لا يمكن. يعني هنا سأضيف الكود. إذا سأقوم بإصلاح هذا العطب بكتابة الخوارزمية التالية. إذا لاحظ لن أدخل إلا إذا كانت، هنا سأستعمل كلمة سي إيف إيف إن، لاحظ سي، سأكتب هنا سي إن، لاحظ سي إن يجب أن تكون إن ناقص إي ناقص إي أكبر من أو يساوي 1، يجب أن تكون هذه الحالة حتى أدخل إلى هنا، وبالتالي هنا يمكن أن أستعمل فانسي كخوارزمية. إذا كنتيجة نهائية يمكنني أن أكتب الكود البرمجي التالي. سأقوم بتقطيع هذا الكود، إذا سأقوم بمحو هنا، لاحظ سأوقف الفيديو إلى غاية إصلاح الخطأ. إذا بوز. إذا الكود البرمجي كما قمنا بتصحيحه، وهو دائما استعمال بوكل. إذا كتصحيح دائما استعمل أخي العزيز أختي العزيزة بوكل ينطلق من إي يساوي 1 حتى أن، ثم وسط هذا البوكل سأقوم ب في كل سطر سأقوم باستعمال بوكلين، جي لنشر النجوم، ثم ك لنشر الفراغات. ودائما إما جي من 1 إلى آن، أو ك من آن إلى 1، ودائما سنقوم بالرجوع للسطر بعد كل بوكلين، نقوم بالرجوع للسطر. ودائما عندما نستعمل آن ناقص أو شيء ما، يجب أن ندخل هذا الكود ليكون منطقيا في شرط بأن آن ناقص إي أكبر من أو يساوي 1. إذا شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء مع الفيديو المقبل الخاص فقط بخوارزميات إنشاء النجوم، لكي نستطيع أن نجيب على الامتحان الجهوي الخاص بهذا الامتحان الذي أعطانا هرمين، هرم وهرم مقلوب للإجابة عليه. شكرا لانتباهكم، وإلى اللقاء.